هواية من الطلبة اللي يدرسون موادهم الدراسية يواجهون مشاكل، أهمها صعوبة الحفظ أو عدم الفهم أو نسيان ما حفظه بسهولة أو عدم تذكر اللي حفظه بالامتحان. وهذه الأمور تختلف نسبة تواجدها من طالب لآخر. كل هذه الأسباب ترجع إلى أمور عدة، أهمها شلون كانت البدايات بالدراسة وبطفولتك، شلون الاهتمام كان بيك من قبل أهلك، مدرستك، هل اهتمامهم كان كافي لتأسيس طالب يقدر يعتمد على نفسه؟ هل طوروا بداخلك مواهب الحفظ والفهم والتعلم؟ هل انطوك الثقة والدافع لأنه تكون طالب متفوق بالمستقبل؟ برأيي هذا الجزء من حياة الإنسان في مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياته. عامل آخر أيضا مهم في مساعدة الطلاب على الفهم والحفظ بسهولة، الأجواء داخل البيت، علاقة الطالب بأهله، توجه الأب والأم، وحث الأبناء على الدراسة وتوفير أجواء دراسية، وعدم إشغال الأبناء بمشاكل الحياة اليومية التي تلهيه عن الدراسة. لازم تتهيئ للطالب غرفة للدراسة ما تحتاج أي مدرس خصوصي. التكنولوجيا تلعب دور كبير بتوفير المعلومات لكل الطلبة في كل المجالات، فقط عليك أنه تتعلم شلون تبحث عن الشيء اللي يفيدك. الدراسة المتواصلة لساعات بدون توقف غير مفيدة، نص ساعة ادرس بتركيز، استراح بعدها 10 دقائق، وهكذا. اللي يطلعون اوائل ويدخلون كليات طبية لا هم احسن منك ولا ظروفهم احسن من ظروفك، انما ارادتهم كانت كبيرة وعزيمتهم على تحقيق الافضل كانت قوية. واذا بطفولتك ما اسسوك لكي تكون طالب مثابر، الوقت لم يفت الان. تقدر هسه تحقق أشياء كبيرة باستغلال الوقت الحالي بالدراسة والتعلم والرغبة بحياة جيدة لمستقبل باهر وواعد.